دشنا اليوم بصنعاء، البرنامج التدريبي في مجالات فن الرسم على الزجاج وصناعة الذات وريادة الأعمال، والذي يأتي ضمن مشروع التمكين الذاتي والاقتصادي، ويتلقى 25 شابا وشابة على مدى 15 يوما معارف ومهارات نظرية وتطبيقية في مجالات البرنامج المتعددة. ويهدف البرنامج الذي تنظمه مؤسسة أثر للتنمية، ويستهدف مختلف الفئات الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في أمانة العاصمة، يهدف إلى تمكين المشاركين من مهارات الاتصال كالثقة بالنفس واحترام الذات وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات.